بونجور ا توس اتوت. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الطافيم ديال 2022 ديال الكولتور جينيرال بوغ الناس اللي بغاو يتفرجوا في ريزوليسيون دو بروبليم. من الاحسن سيروا عند الطافيم باي عبد الصمد. الطافيم باي عبد الصمد هي واحد لاشين يوتيوب ديال واحد الولد اللي كان كيقرا عندي في 2021 وجاب البرومي شوا ديالو، جاب لي ان سي جي 16 ودابا حتى هو بغى يدير بحالي ويقري لي زيتيديون وي كونتريبي باش انهم يجيبوا المدارس ديال الاحلام ديالهم ايتترا. دونك اللي بغى يدخل عنده راه كيخدم مزيان ريزوليسيون دو بروبليم وكيخدم كلشي، راه خدمته ديال 2022 وكيخدم حتى كولتور جينيرال داكشي الاخر لانغويستيك. اي دونك دخلوا عنده، راه عنده داكشي منظم ومرتب مزيان. غادي نخلي لكم ليان ديال البلاي ليست وديال ليان ديالو، ليان ديال الشين ديالو في ديسكريبشن وتقدروا تدخلوا عنده. الناس اللي باغين يدخلوا عندي انا لينا ولا الطافيم فما عليكم الا تقيدوا في لوفر النجاح. بلا ما نبقى نعاود الفيديو ديال لوفر النجاح حيت كياخذ بزاف ديال الوقت، اللي بغى يشوفوها هو الفيديو راه نخلي لكم تاهو في الديسكريبشن بوغ الناس ديال لينا وديال الطافيم، حيت انا هذا العام غادي نركز غير على لينا بزاف. الطافيم غادي نحط لكم 2022 مي لينا غادي نحط لكم فريمون 2021 و2022 كاملين باش انكم تحاولوا تغاتخابيو ودخلوا لوفر نجاح. راه حنا ديجا خدمنا كلشي في لوفر نجاح. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للمقدمه. دابا غادي نخدموا لو طافيم ديال 2022 كولتور جينيرال اكتواليزي. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الطافيم ديال 2022 كولتور جينيرال. حنا غير شديناه ومضيفيناه ورديناه اكتواليزي باش يبان لكم مزيان شكون حنا. حنا هما سي دو بي. دونك الدراري سي دو بي راه فتحوا الجروب ديالهم الدراري، كيف ما كتشوفوا ها هو الجروب ديالهم، راهم خدامين تبارك الله عليهم. غادي نخلي لكم مليان في الديسكريبشن. راه دابا وصلنا ل 7000 وناويين نوصلوا ان شاء الله ل 30000 40000 حتى ل 50000 هذا العام هذا. دونك هذا الشهر هذا اللي بقات ها هي البريباراسيون، راه بادين هاد الدراري، ها هو الريزوليسيون دو بروبليم، الكولتور جينيرال، لانغويستيك والميموريزاسيون. الدراري راه خدامين كيخدموا كل نهار وكل نهار كيحطوا لكم لي كات سو تيست افيك لي كوريكسيون ديالهم. وان شاء الله راه غادي يكون دي لايف وغادي يكون بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اللي مهمين بزاف مازالين جايين ان شاء الله. دونك دخلوا البريباراسيون راها غراتويت، ما تخلص حتى شي درهم. اون فوا تعطي دوموند دانفيتاسيون هنايا راه غادي نقبلوك ديك ساعات وغتدخل ومرحبا بك معنا في لا كوميونيتي ديال الطافيم بريباراسيون طافيم سي 2. وبيان سيغ الناس اللي راهم ديسپونيبل في ستات ما عليكم الا بسي 40 سنتر فور تومورو بوغ الناس ديال بريباراسيون طافيم. راه كاين حدا لي 3 فرومبواز، فوق لي 3 فرومبواز في الطابق الثالث في شارع الزرقطوني في حي السماعله. هادشي اللي كاين الدراري. دابا غنبداو الطافيم ديالنا ديال 2022. دونك اجيو معايا هنايا نافيغيو شويه في كولتور جينيرال ديالنا. راه عاد اليكم احسن بروف كولتور جينيرال في المغرب. اي دونك اليوم ما غاديش كيف ما كتعرفوا معايا انا مزيان، ما غاديش تعلموا غير ما غاديش تعرفوا غير لي ريبونس ديال هاد لا كيستيون، ولكن غادي نتعلموا تقريبا 100 معلومه ولا اكثر من 200 معلومه. اليوم راسكم غيضركم بالمعلومات، غادي يعمر راسكم مزيان بالمعلومات حيت هادشي اللي مهم بزاف. وان شاء الله راه غيتحط هادشي في 2023 بطبيعه الحال. كندوي على هادشي اللي غنقول انا بفمي، ماشي هادشي اللي غادي ندور، حيت هادشي اللي غادي ندور راه غير ريبونس تو سامبلومون. اما داكشي اللي كنقول فمي راه كنقول شي دي انفورماسيون اللي كيكونوا مهمين بزاف وما كيكونوش مكتوبين هنايا وكيصدقوا محطوطين في لي كونكور وسولوا عليا العام اللي فات ولا العام اللي فات. دونك لا كيستيون 41 اللي هي الكيستيون الاولى كتقول لوكيل دو سي بي اي نا با دو فاساد ماريتيم افيك لا مير نوار. واش البانيا ولا بلغاريا ولا جورجيا ولا اوكرانيا؟ كتعرفوا شنو هي لا مير نوار ياك؟ الا ما كنتوش كتعرفوها ماشي مشكل، اليوم غتولوا تعرفوها. لا مير نوار هي هذا الدراري، هي البحر الاسود. البحر الاسود ها هو راه كاين في اوروبا كيف ما كتشوفوا دايرين به بزاف ديال الدول، بحال مثلا بلغاريا، بحال رومانيا، بحال مولدافيا، بحال جيورجيا، بحال طوم انجيري، حتى هما دايرين بهم الدراري. اللي ما كيعرفش شنو هما طوم انجيري، هما هاد جوج دول اللي مدابزين مع بعضياتهم حاليا، ما بغيتش نقول سمياتهم باش ما جوجل ضربني بكوبي رايت. المهم ماشي مشكل، هما قال لك بانه بلغاريا، رومانيا، جورجيا، قال لك واقيلا شكون قال لك عاوتاني في قال لك اليوكرين داكور، وقال لك هنايا البانيا. دونك شنو المشكل اللي كاين هنايا؟ المشكل هو البانيا ما كنتساميش لهادشي. فين هي البانيا؟ بانت لك البانيا هنايا، هو كاين هنايا تركيا، كاين المهم كاين بلغاريا، رومانيا، مولدافيا، اليوكرين، جورجيا، نامبورت كوا. المهم بالنسبه لالبانيا الدراري راه كطل على لا ميغ اردياتيك، هي البانيا الدراري العاصمه ديالها هي تيرانا، كطل على لا ميغ اردياتيك اللي حداها نيت كاينه ايطاليا وداك الشيء الاخر كامل. اما لا ميغ نواغ لا علاقه مع البانيا داكوغ. دونك عقلوا مزيان على لا ماب ديال اوروبا، راه ساهله لا ماب ديال العالم كامل، راه ساهله. وكيف ما كتعرفوا ديما راه كنقول لكم لابليكاسيون ديال دغابو راه فيها كلشي. على اين ندوزو لا كيستيون نيميرو 42. قال لك لو نومبر دو بيي كي بارتيسيبرون ا لا كوب دي موند دو فوتبول 2026. الكوب دي موند دو فوتبول 2026 غيبدل الشكل ديالو، ما غيبقاوش 32 فرقه، غادي يوليو 48 فرقه الدراري. بلاتي نسطر على البانيا، اسمحوا لي. دونك فوالا ها هي.
وبالنسبه للسؤال الثاني راه 48. علاش 48؟ حيتاش تبدلات الطريقه ديال المشاركه، غيوليو 48 الدراري. بطبيعه الحال افريقيا راه مابقاوش كيشاركوا منها غير خمسه، ولاو كيشاركوا منها تسعود ولا 10، تسعود و10 غير العاشر غيتاهل في الباغاج. هذا الشيء بسبب المغرب بيان سور، باش تزاد مقعد واحد، حيتاش المغرب وصل للدومي فينال ديال 2022. يقدروا يسولوكم الدراري على 2022 على المغرب، يقدر يقول لكم مثلا كيفاش ماركا النصيري، واش براسو واش بكرشو واش برجلو على البرتغال، مثلا شكون اللي ماركا البيت الثاني على بلجيكا، حيت هاد لي كيستيون والله حتى كيتسولوا عندكم تصحابو، ما كيتسولوش هادو دي كيستيون بانا، راه كيتسولوا بزاف. دونك حاولوا تعقلوا على المغرب اش دارت. بالنسبه للناس اللي تفرجوا ديجا في القهاوي وداك الشيء راه عاقلين اشنو وقع، ولكن الناس اللي ما كانوش كيتفرجوا بزاف يحاولوا يشوفوا الملخصات ديال الماتشات ديال المغرب في يوتيوب ولا شي حاجه. دونك هنايا قال لك كاين لو نومبر دو ريجيون او ماروك، لي ريجيون او ماروك الدراري راه 12، كانوا 16 ولكن ولاو 12 من بعد الاحصاء وداك الشيء. من المهم من بعد ما عاودوا داروا عاوتاني التجميعه ديال التجميعه ديال الجهات وداك الشيء ولاو غير 12. ومن الاحسن ما يكونوش جهات بزاف، حيت التقسيم الاولي كان خايب، كان فيه كانوا فيه شي جهات اللي غراب صراحه بزاف، وكانوا المشكل اللي كان هو انه الجهات مني كانوا كثار كان كتلقى ديتيريوراسيون وكتلقى فوارق كبيره، بحال مثلا جهه ديال كازا الكبرى مع جهه الغرب شرار بني حسن، كتلقى فيهم فرق كبير بيناتهم، فهمتي؟ دونك دابا بحال مثلا ديك جهه الغرب اللي فيها سيدي قاسم وداك الشيء راه داروها مع الرباط وداك الشيء، دونك راه ولات بعدا الجهه فالوريزي. اما في الاول راه ما كانوش جهات صراحه مزيانين بزاف، دابا 12 جهه راه مزيان، دابا تقسيم راه مزيان. لا كابيتال دو لا كوت ديفوار، لا كابيتال دو لا كوت ديفوار الدراري راه هي ياموسوكرو، ماشي ابيجان وماشي واغادوغو. بزاف الناس كيقولوا واغادوغو، بزاف الناس كيقولوا ابيجان. ابيجان مدينه كبيره بزاف في كوت ديفوار وهي لا كابيتال جو بونس ايكونوميك. واغادوغو الدراري راه ماشي ديال كوت ديفوار، راه ديال بوركينا فاسو. لا كيستيون نيميرو 45، لا كيستيون نيميرو 45 قال لك لا جورني مونديال دو ليفغ اي سيليبغي لو، شهرين دابا باش تسيليبغات نيشان. ها هو راه كنصور انا الفيديو في 24 وهاي في 23 ابريل، شهرين ويوم واحد باش تسيليبغا لو جور لا جورني مونديال دو ليفغ. غنعطيكم واحد المعلومه مهمه وزوينه الا بغيتوها، الا ما بغيتوهاش سكيبيو 10 ثواني. لو جور لا جورني مونديال دو ليفغ تكتشفات اول مره ولا دارت اول مره في كاتالونيا في اسبانيا، حيتاش في اسبانيا الصراحه كاتالونيا كيبغيو بزاف الناس اللي كيقراو الكتب ايتترا. والا مشيتي دابا لكاتالونيا وشريتي كتاب غيعطيوك معاه ورده زعما كوم كوا شكرا ليك حيت شريتي كتاب وبغيتي تثقف راسك وداك الشيء. دونك هادو كاتالونيانيت كان جاتهم ليدي باش انهم يديروا لا جورني مونديال دو ليفغ. دونك هنايا قال لك كوسينيفي لو بيرن اوت، البيرن اوت الدراري كيكون في لو موند دو ترافاي، ماشي اكسيدون دو ترافاي ولكن كيكون في لو موند بروفيسيونيل، كيكون واحد ليبويزمون، واحد لو سيندروم ديبويزمون بروفيسيونيل، كتعيا من الخدمه وداك الشيء كامل هكاك. دونك كيولي عندك واحد لو بيرن اوت سميتو داكوغ، كيوقع هذا الشيء بزاف في الخدمه ايتترا بوغ الناس راه عارفين، بوغ الناس اللي خدامين واقيلا يقدروا يكونوا عارفين، سيغتو الناس اللي خدامين في شركات ايتترا. لا كيستيون نيميرو 47 قال لك كيسينيفي الكلاود كومبيوتين، الكلاود كومبيوتين الدراري تحط اول سؤال في الطافيم ديال 2016، دونك الا ما كنتي الا كنتي راجعتي الطافيمات القدام فراه غتكون جاوبتي على هذا الناس ديال 2022، الا ما كنتيش راجعتي فراه الغالب الله غتكون تقدر تكون جبتيها صحيحه تبارك الله عليك ديك الساعات، ولكن راه كان في 2016 يعني كون راجعتي الدراري كون راجعتو الدراري مزيان كنتو بطبيعه الحال غتجيبوا نقطه، وكنظن بانكم غتكونوا جبتوها. واخا الصراحه هذوك اللي كنت حضيتهم انا الصراحه في الطافيم ديال العام اللي فات ما كانوش صراحه، الاكثريه ديال الناس ما كانوش جاوبوا على هاد لا كيستيون، مي ماشي مشكل، انا كنثيق في لي زيتيديون اللي كانوا كيقراو عندي انا، بطبيعه الحال غتكونوا جاوبتوا عليها. الا كنتي كتقرا عندي وما جاوبتيش على هادي فراه الصراحه خاصك تحاول بما امكن ان هذا العام ان شاء الله تغتخبي معانا باش تولي مزيان. لا كيستيون نيميرو 48 قال لك هنايا كي يا غومبورتي لا كوب دي ترون دي فوتسال سيزون 2021-2022. اوكي دونك هنايا لا كيستيون شويه تريكي كواشن، حيتاش لا كوب دي ترون دي فوتسال ديما كتعطل بعام تقريبا، اي دونك داكشي علاش داروا هنايا لا سيزون 2021-2022. دراري هذا راه اكشواليزي الدراري في 2022 ما غتلقاوش هاد لا كيستيون، غتلقاوها ديموندي شويه، ولكن انا اكشواليزيناها ورديناها سيزون 2021-2022. فهاد لا سيزون راه لا اس فوكون داكادير الدراري هما اللي ربحوها، وراهم ربحوها في لو 24 ماي جو بونس، واقيلا في لو 24 ماي 2023 داكور. دونك لايس هي لاسوسياسيون سبورتيف فوكون داكادير، راهما اللي ربحوا لا كوب دي ترون اللي هو كاس العرش، كاس العرش ديال الفوتسال ديال كره الصاله داكور، ديال كره القاع المغطاه. الناس اللي ما عارفين شنو هو لا كوب دي ترون دي فوتسال ديال 2021-2022 بيان سور. Donc, Radin Douzo, la question numéro 49. La question numéro 49, quel est le pays qui assure la présidence actuelle de l'Union européenne?
واش لافريك دو سود ولا ليثيوبي ولا لا نيجيري ولا لو نيجيريا سمحوا لي ولا لو سينيغال. هذا دابا اكشيال كتعني 2022 يعني فوقيتكم نتوما داكوغ في الوقيته اللي دوزتوا فيها الطافيم. في الوقيته اللي دوزتوا فيها الطافيم كان ديك الساعات السنغال هو الجواب الصحيح. انا ما بغيتش ناكشواليزي حيت تو سامبلومون ما كاينش لاكشواليزاسيون زعما جزر القمر ما كايناش هنايا في الاختيارات. اي دونك بغيت نخليه كيف ما هو حيت ديك الساعات 2022 راه كان السنغال. اما دابا في 2023 راه جزر القمر. السنغال ديك الساعات كان الرئيس ديال لونيون افريكان سميتو ماكي سالي داكوغ. اللي ما كيعرفش شنو هو كيفاش كتكتب ماكي سالي هاي ماكي سال زعما ماكي سال سمحوا لي. دونك ماكي سال هو كيفاش داير داكوغ. راه سينيغالي كبدا من بدا من 5 فيفري 2022. دونك نتوما فاش كنتو كدوزو في 2022 راه كان هو البريزيدون ديال لونيون افريكان. دونك الكونفرنس كانت دارت في لو 18 فيفري. دونك كيف ما كتعرفوا الموندا راه كل كونفرنس كتجدد الموندا. اي دونك تجددات الموندا ولا الرئيس هو ازالي اسوماني داكوغ اللي هو الرئيس ديال لونيون افريكان حاليا وراه من جزر القمر داكوغ. راه بدا من 18 فيفري 2023. بالنسبه للكرياسيون ديال لونيون افريكان هي راه من راه لو 9 جويي 2022. وبطبيعه الحال كل موندا كتبدل على حسب امتى كتكون لا كونفرنس. دونك غالبا راه كتبدل فيفري. دونك فيفري ان شاء الله ديال 2024 غالبا الا تعطلوا راه غيوصلوها لمارس ولكن غالبا كدار الدراري في فيفري داكوغ. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا كيسيون نيميرو 49. دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 50. لا كيسيون نيميرو 50 قال لك اون كيل اني لو ماروك ا ريانتيغري لونيون افريكان. بالنسبه للمغرب الدراري ريانتيغرا لونيون افريكان في لو 30 جانفي 2017. هادي ما غاديش نقول لكم سهله ولكن الناس اللي كيتفرجوا في التلفازه غادي تجيهم هادي سهله. الناس بطبيعه الحال اللي ماشي كيتفرجوا في التلفازه دابا على قبل طافيم اللي كانوا كيتفرجوا شحال هادي في الاخبار وداكشي المهم دوزام والجزيره والاخبار ديالهم كاملين راه غادي يعرفوا بلي المغرب غينتيغراها حيت راه الاخبار كاملين بداو كيدويو على المغرب فاش غينتيغرا لونيون افريكان. وعقلت انا بانه في البدايه ديال 2017 ما عقلتش بطبيعه الحال على اليوم يعني يكون عطاوني النهار كنت نقدر نتخربق ولكن حيت من 2017 ما قريتش هاد المعلومه راه ماشي قلبت عليها في فيسبوك ولا في شي حاجه. دونك كنت غادي نقدر نتخربق كون عطاوني نفس العام ولكن ملي عطاوني اعوام مفرقين عرفت بانه 2017. سيتو هادشي اللي كاين. غندوزو لا كيستيون نيميرو 51. دونك غادي نكملو لا كيستيون نيميرو 51. قال لك كيلي لا ناسيوناليتي دي بريزيدون اكشيل دو لا فيفا. واش بلج ولا فرونسي ولا ايطاليان ولا سويس. هذه صراحه فاش شفتها تعصبت بزاف. علاش؟ حيت العام اللي فات حنا قريناكم بانه جاني انفانتينو كيدوي على جاني انفانتينو حيت هو حاليا لو بريزيدون اكتويل. بطبيعه الحال عوض جوزيب بلاتير. بلاتير راه معروف بزاف راه سويسري ولكن انفانتينو الدراري حنايا اشنو قلنا لكم العام اللي فات؟ قلنا لكم بانه ايطالو سويس يعني في نفس الوقت ايطالي وفي نفس الوقت سويسري. جاو هما حطوا لكم ايطاليا بوحدها وسويسرا بوحدها. انا كنت مراقب وفاش شفتها عند ما نعرف شي واحد كان كيدوز وشفتها عند الغلط وصراحه تقلقت بزاف. علاش؟ حيت داروا معنا هاد بحال قلتي الخواط داروا معنا يعني بحال فريمون بغاو يديروكم في الشك حيت هو في الحقيقه راه ايطالو سويس. طبيعه الحال هو سويسري بيغمون ولكن راه كيتسمى ايطالو سويس. دونك الناس اللي جاوبوا على سويسري راه هما اللي جابوا الجواب الصحيح ولكن لوجيكمون الخطا اللي داروا هنايا هو انهم كان خاصهم يديروا ايطالو سويس داكوغ. كان خاصهم يديروها بجوجهم ولا يديروا غير وحده فيهم على الاقل حيت الا كانت وحده فيهم راه تكون صحيحه. ولكن باش داروهم بجوج صراحه ما عجبنيش الحال حيت حسيت بحال وريناكم الغلط ولا شي حاجه وحنا راه وريناكم غير الصحيح. مي المهم الا كنتو كتفرجوا في الاخبار كيف ما كنقول لكم راه كيتسمى سويسري جانو انفانتينو واخا عنده طبيعة الحال الناسيوناليتي اللي هي ايطاليان ولكن راه كيتسمى السويسري ديال انفانتينو. وطبيعة الحال جوزيب بلاتير كان سويسري وموديفاه سويسري واصلا المقر بطبيعة الحال راه كلشي سويسري يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي ماشي سويسريه. غير هي بغينا نوضحوا لكم حنايا في الكوغ بانه راه عنده راه هو تقريبا بحال قلتي نصف ايطالي ونصف سويسري. داكشي علاش ما كانش خاصو يوقع هذا البروبليم اللي داروا هنايا. سي با غاف نكملوا لا كيستيون نيميرو 52. المهم راه حطوا لكم قولوا سويسري. هادشي راه قلنا لكم العام اللي فات قلنا لكم الا وقعت شي معجزه وداروهم لكم بجوج كتبوا سويسري. كيري لوتور دو رومون il était une fois un vieux couple heureux. هذا راه زعما من بين اشهر لي رومون المعروفين والمشروحين بزاف. دونك محمد خير الدين. محمد خير الدين راه قديم راه شحال هذه كان سي ان اوتور جو بونس مات في التسعينات جو بونس مات في 96 ولا 95 ولا ما عرفتش شحال. اللي هو اللي كتب il était من اشهر زعما رومون ديالو هو il était une fois un vieux couple heureux. Donc la question numéro 35, 53, سمحوا لي 53, à partir de quelle année les moteurs thermiques ne sont plus admis dans les véhicules neufs en Europe?
دونك بالنسبه لي موتور تيرميك ما غيبقاوش يتباع زعما في اوروبا من هنا ل 2035، ما غيبقاوش يتباعوا الطوموبيلات اللي عندهم دي موتور تيرميك داكوغ. دونك حيتاش تو سامبلومون ماشي نوف داك الشيء، خاص شي حاجه اللي تكون جديده. اي دونك في 2035 صافي غتحبس لا برودكسيون ديال لي موتور تيرميك اصلا في لي فييكول نوف. دونك لا كيستيون نيميرو 54 قال لك لي بي، هذه هي الكيستيون الصعيبه الوحيده اللي كانت، صافي هذه هي اللي جاتني صعيبه الوحيده. اما هادشي الاخر اللي كان هنايا الصراحه في المتناول ديال لي زيتيديون، والناس غيكونوا ديجا جاوبوا مزيان، حيت شفت بزاف الناس جاوبوا مزيان وراه جابوا لي زيكول اللي بغاو. دونك 2023 راه غيكون لا ميم شوز، راه ما غتكونش شي حاجه اللي ما نعرف منين، راه يعطيكم شي كولتور جينيرال اللي كدور غير حداكم وما كتشوفوهاش. لي بي بالت سون كومبوزي دو، واش ليستوني لا ليتوني لا مولدافي ولا المهم لي بي بالت الدراري هما بالتيك كونتريز. هادي جو بونس سي اون كيستيون سامبل بالنسبه للناس اللي كيتابعوا الجيوغرافي، غادي تجيهم سامبل. الناس اللي ما كيتابعوش الجيوغرافي يقدروا يدوخوا شويه في هادي، مي لا كيستيون راه ساهله. ليتوانيا وليتونيا واستونيا هو الجواب الصحيح. ليتوني لا ليتوني بالفرنسي سميتها لاتفيا بالانجلي داكوغ، وتا بالعربيه كنقول لها لاتفيا، ولكن بالفرنسي كتسمى لا ليتوني، هذه اللي تقدر تدوخكم. اما ليتوانيا واستونيا راه معروفين. لي بي بالت ولا بالتيك كونتريز راه كاينين حدا لاصقين في روسيا داكوغ، غنوريكم في كيفاش دايرين. ها هما داكوغ، ها هما استونيا ليتوانيا وليتونيا داكوغ. بطبيعة الحال استونيا العاصمة ديالها هي تالين، ليتونيا اللي هي لاتفيا العاصمة ديالها ريغا، وليتوانيا نشوفوا كي دايره ليتوانيا بعدا. ها هي شتي كي دايره، العاصمه ديالها هي فينيوس داكوغ. ها هما راه لاصقين في روسيا، روسيا راه هي هذه كامله، روسيا اصلا لاصقه مع كلشي. دونك سي تو، هادشي اللي كاين بالنسبه لا كيستيون نيميرو 54. ندوزو لا كيستيون نيميرو 55. Parmi ces villes marocaines, laquelle a été désignée capitale de la culture africaine pour 2022-2023 ? Ça fait 2022-2023, donc actualisée. Mais mon amadouz tout à fait mnichen, Rahoulet, la capitale est Rabat, la capitale de la culture africaine. D'accord ? Alors, elle a désigné, nous amadouz tout le 28 juillet. Le 29 juillet, elle a désigné. Il y a un mnichen. داكوغ، هادي راه اكتواليزي، يعني الناس ديال 2023 خاصكم تجاوبوا الرباط الا لقيتوها. يعني انا دابا كنجاوب على حساب الناس ديال 2023، اما الناس ديال 2022 راه دوزتو نتوما اش باقيين باغيين. دونك لا كيستيون نيميرو 56، كي اي لو كرياتور ولا لا كرياتريس دو لا سيليبر سيري هاري بوتر؟ بطبيعة الحال الناس اللي كيتفرجوا في لي سيري والافلام راه غاديين يعرفوا الاسطوره جي كي رولين. يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي غتخفى عليكم في هذه، راه جو بونس غادي الناس اللي كيتبعوا السيريات وداك الشيء راه يكونوا فرحانين فاش شافوا هذه. دونك جي كي رولين، جوان كاتلين رولين، اول مره كنقرا سميتو والميدل نيم ديالو، حيت معروف هو بجي كي ار اللي هي جي كي رولين. مي المهم جي كي رولين راه هو اللي صايب هاري بوتر، زيد هو اللي كخياه وصافي. المهم مخرج دونك كيل ايبروف لاتليت ماروكان، هذه حطيناها لكم الدراري دابا، صاب بلا ما تكذبوا عليا، هذه حطيناها لكم العام اللي فات شي 4 المرات ولا 5. 3000 متر موانع الدراري داها سوفيا البقالي في اولمبياد ديال طوكيو ديال 2020، ياك ولا لا؟ 3000 متر موانع ستيب اللي هي موانع، اوكي. دونك هذه راه حطيناها لكم بزاف انا وايوب اللي كان معايا العام اللي فات، ايوب مساعد، حطيناها لكم في كولتور جينيرال بزاف في الجروب ديال بريباراسيون ديال الطافيم. الناس اللي مازال ما دخلوش الجروب ديال بريباراسيون ديال الطافيم، ها هو الدراري دخلوا ليه، راه اللين ديالو حطيته لكم في الديسكريبشن. دونك هنايا لا تور حسن ا ايتي كونستروي او 12 سيكل ديورون لو ريني دو، هذه الصراحه شويه صعيبه. علاش؟ حيتاش خاصك تعرف لا دات ديال صومعه حسان. هذه صراحه كيستيون ديال صحاب لينا ليكول ناسيونال داركتيكتور، هما اللي غيصرعوها، هما اللي غيكونوا كيعرفوا ليها. اما اصحاب طافيم يقدروا يتخربقوا شويه، ولكن شوف الي انديسبونسابل ديال انك تحفظ لي ديناستي. عطيناه لكم في الغيكاب ولا ما عطيناش لكم؟ غير قولوا لي واش عطيناهم لكم في الغيكاب منظمين مرتبين؟ ايوا حفظوهم مالكم معكازين، صافي حفظوهم الدراري الله يرحم الوالدين. الناس ديال 2023 ما لقاوش نفس المشاكل، حيت راه تحطوا بزاف ديال لي كيستيون، بزاف ديال لي كيستيون تحطوا العام اللي فات. وعلاش كنعاير انا دابا؟ حيت تحطوا شي 13 كيستيون ولا 14 من هاد 30، تحطوا منهم شي 13 ولا 14 خدامين معاهم، وكيجي عندك كيقول لك واكيلتور جينيرال عمرنا شفناها وداك الشيء. وفي الجروب ديالنا يا حسره، ماشي زعما شي واحد اللي ما شافش الجروب، هو داخل الجروب كيكومونطيو في الجروب، هي باش تعصبت انا العام اللي فات بزاف. دونك دراري الله يرحم الوالدين، منين نقول لكم شي نصيحه بفمي ما تبقاش تقول لي راك تهضر بزاف في الانتروديكسيون ولا شي حاجه، ما عجبكش الحال الله يحفظك ما تتبعش لاشين ديالي، سير تبع شي واحد اخويا اللي غادي يناسبك. اما انا كنبغيكم تنجحوا، انا ما باغيش نكذب عليكم. اما راه نجي ما عارفش السؤال نحفظه، نحفظ لي ريبونس، ونبقى نقول لكم كيستيون 31 كيستيون 52 مثلا سي 60 راه بي، ما بغيتش نقول لكم هذا الشيء.
الدراري سمعوني مزيان، صومعات حسان 1196 هي فاش تكريات، ولكن اشنو وقع؟ كتعرفوا صومعات حسان فيه واحد المثل كبير في المغرب معروفه بزاف، كيقولوا نصفها ذهب زعما نصفها مشى داكوغ. دونك صومعات حسان الدراري في 1196 كانوا كيبنيو فيها وصلوا ل 1199. هادشي حاليا راه في عهد الموحدين داكوغ. في 1199 مات يعقوب المنصور، يعقوب المنصور الله يرحمه، المنصور الذهبي بطبيعة الحال من بين أكبر القياد في التاريخ ديال المغرب، من بين أكبر القياد ولا القائدين في التاريخ ديال المغرب. مات في 1999 وبسبابه حبسوا البنايات ديال صومعة حسان، حبسوا في 44 متر فاصلة 6. يلا داكشي بالتدقيق، الا قالوا لكم شحال فيها قول لهم 44 متر فاصلة 6. كان لوجيكمون البلون خاصهم يوصلوا ل 60 متر، ولكن فاش مات يعقوب المنصور اللي هو المنصور الذهبي حبسوا الخدمة. وبطبيعة الحال هادشي كان في لا ديناستي ديال الموحدين. بالنسبة لديناستي الدراري اللي عطيناها لكم في الغيكاب، عارفين الغيكاب بلاتي نقلب على الغيكاب، ها هو الغيكاب فوالا، غيكاب طافيم 2022 غادي ندخل ليه وغادي نلقى اول حاجه في الغيكاب، اول حاجه هي لي ديناستي داكو. دونك عافاكم الدراري، بقاو تركزوا معنا فاش نعطيكم الحاجه، حنا راه ما باغينش نجيبوا لي جيم ولا لي زابوني ولا شي حاجه، حنا راه كنديروا فيكم خير كبير. كيف ما كتشوفوا هنايا الموحدين ما بين 1145 ل 1248، دونك في 1196 1199 راه كانوا في عهد الموحدين داكو. دونك الدراري عافاكم بقاو تركزوا مزيان في هذا الشيء، راه كنعطيكم اللاصق. دونك ندوزو لا كيستيون نيميرو 59. لو فولت اي لونيتي دو ميزور واش دو كورون الكتريك دو لا كاباسيتي دون باتري دو لا ريزيستانس الكتريك دو لا طونسيون الكتريك. تو سامبلومون كيقول لك شحال فيه من فولت، يعني شحال كاينه في الطونسيون داكور. دونك الفولت هو لا طونسيون الكتريك. الناس ديال الفيزيك راه ضحكوا دابا فاش سمعوا هذا السؤال. لو بيرسوناج برينسيبال دو رومون لو بير غوريو، لو بيرسوناج برينسيبال هو يورين الدراري، اوجين يوجين يوجين كتسمع قلت لي انا يورين يوجين، كتعرفوا يوجين سميه مشهوره، سميه ديال كلامنا في لونغلي. المهم كيتسموا يوجين، سميه ديال شي واحد كيليمين كيقولوا يوجين، ولا ما كيكون فاشل في الحب ولا شي حاجه تيقولوا ليه يوجين. المهم كيكون بحال قلتي نوردي هذا الشخص. دونك اوجين الدراري هو بطبيعه الحال هنايا في لو بيرسوناج راه ماشي ضروري يكون نفس لي كاركتيرستيك اللي كنقول، مي لو بيرسوناج برينسيبال كان هو يوجين. دونك درنا بزاف ديال الوقت، مازال باقي لنا 10 ديال لي كيسيون اخرين. كو سينيفي لاكرونيم سي دي او؟ سي دي او الدراري هي لا كومينوتي ايكونوميك دي زيتا دلافريك دو لويست داكور. فينا هي فينا هي فينا هي كومينوتي ايكونوميك دونك هذا هو الجواب الصحيح داكو. دونك هذه هي سي دي او، خدمتها معاكم مليون مره داكو. دابا انا كنقول لكم الحقيقه، الحاجه اللي ما خدمتهاش معاكم راه ما كنقولهاش، الحاجه اللي خدمتها معاكم راه كنقولها. دونك هذه خدمناها معاكم بزاف داكو، وغتلقاوها في الغيكاب في المهم بلاتي فين غيكونوا، غيكونوا في لي زاكرونيم. المهم لي زاكرونيم كاينين لي زاكرونيم هنايا الا هبطوا راه غادي تلقاوهم، لي زورغانيزم انترناسيونال غادي تلقاوهم فيهم داكور، غادي تلقاو فيها سي دي او. دونك الدراري حاولوا بما امكنكم تركزوا في داكشي اللي كنعطيوكم باش ما ندموش عاوتاني على صحاب 2023 مشاو غير هكا. راه حيت ما كيعجبنيش الحال ان واحد بريبارا معنا وواحد في الاخر يقول لك راه ما بريباريت والو ودخلت ما عارف والو ونجحت، ما كيعجبنيش الحال ملي كنسمع داكشي. نكملوا لا كيسيون نيميرو 62. قال لك ساماجيستي لو روي محمد 6 ا بريزيدي لا سيريمون du lancement des travaux de réalisation de la grande usine de fabrication des vaccins anti-Covid et autres vaccins. Dreri, il a shiftouna hadi dernaha معاكم داكور وشفتوها في الاخبار. اوكي غتكونوا شفتوها في الاخبار ضروري في 2020، حيت شنو الملك دار دي زوزين دو فابريكاسيون في بن سليمان وفي بن غرير داكور. طالما انا صراحه شنو شفت بانه ما كاينش بن غرير ولا مبرك على بن سليمان داكور. دونك نتوما تاكدوا من هذه، حيت الصراحه هاد لا كيستيون راه كانت ساهله شويه، غير هي كانوا غيصعبوها كون داروا بن سليمان وبن غرير، ديك الساعات انا براسي ما كنتش نعرف نجاوب. دونك لا كيستيون نيميرو 63. لو بي سي جي، لو بي سي جي هو واحد الفاكسان لقاح اللي دار على قبل انه يعالج داء السل داكور. السل بالفرنسي ماشي هو لا غريب، ماشي هو لا غاج، لا غريب الدراري هي الرواح، لا غاج هو بحال قلتي الصرع، لو تيبركولوز فوالا، لو تيبركولوز هو السل، هو داء السل. صعيبه شويه بالفرنسي مي المهم. لا كيسيون نيميرو 64. كي سينيفي لاكرونيم مينا؟ مينا الدراري الناس ديال الجيمنج وداك الشيء، المهم اي جيمنج كيف ما كان كيديروا لهم لي سيرفر، بحال مثلا بابجي فري فاير اي حاجه كيف ما كانت كيديروا لهم داك سيرفر مينا اللي هو ميدل ايست اند نورث افريكا. دونك جو بونس الناس ديال الجيمنج هما اللي غيكونوا فرحوا بهذا السؤال. دابا شتي باش تزوين الطافين، كل واحد
الفيلد ديالو، كل واحد سبيسياليتي ديالو. مره الناس اللي عزيز عليهم المزيكا هما اللي كيكونوا كيستافدوا، مره الناس اللي عزيز عليهم لي سيري والافلام هما اللي كيكونوا عارفوا لا كيستيون، مره الناس ديال الجيمينغ، مره الناس ديال الجيوغرافي، مره ديال هادي، فهمتي؟ وكيكونوا الناس بحالي مثلا اللي كيكونوا زعما فريمون عارفين كلشي في الفيلد، يعني كيكونوا تي شيبس مثلا في اي فيلد كيكونوا عارفين فيه. وهذه اللي خاصها تكون مزيانه فيك، يعني خاص تكون بوليفالون، ماشي مثلا حيت انت بنت تقولي لا ما كنبغيش كوره، ما بغيتش نتفرج كوره. لا بالعكس، الصراحه ماشي من حقك، ولكن راه بزز منك يعني بالنسبه للطفيم راه بزز منك تعرفي في كوره. الناس ديال الدراري مثلا افلام سيري تفرجوا فيهم الدراري، والله يتفرجوا راه داكشي مزيان، تفرجوا في افلام ديال الطبخ انا مالي، المهم تفرجوا، المهم تجيبوا الطفيم فرحوني. راه كنبغي شي واحد يقول لي في كومونتير، ولا شي واحد دي فلوف نجاح يقول لي ماسيو راه جبت الطفيم ولا جبت لينا، كيف ما العام اللي فات راه الناس ديال لوفخ نجاح راه ما كاينش شي واحد اللي تخص، ما كاينش شي واحد اللي ما دخلش المدرسه ديالو. دونك هذا العام رانا وين نديرو لا ميم شوز. لا كيسيون نيميرو 65 اون كاليفورني لي جيون دو نيميريك غافا. الغافا دراري كاينين في سيليكون فالي تعرفوهم، سو كونسونتر دون اون ريجيون. انا جاوبت لكم على السؤال، المهم ماشي مشكل. سيليكون فالي دراري الغافا راه هما جوجل، اما ابل وقيله ولا امازون، راه كاينين بجوج ابل وامازون ها هي، واف هي فيسبوك واقيلا على ما اظن. المهم دراري اللي عنده شي اعتراض يكتبوا لي في كومونتير، حيت انا الصراحه راه كنقول غير من راسي دابا، يعني راه ما كنقلبش جوجل ولا شي حاجه. دونك من داكشي اللي عارف انا. الراميد هو الريجيم ديال لاسيستونس ميديكال، اغ هي ريجيم، ا هي اسيستونس، وميد هي ميديكال. دونك الراميد داروا مصطفى الراميد، نيت كتعرفوا مصطفى الراميد راه هو اللي دار مصطفى سميتو ولا شنو سميتو، المهم الراميد ما ديوش على السميه تقدر تكون غلطه. المهم داروا الراميد، راه كنيتو الراميد داروا على حسابه صافي. دونك ريجيم دو لاسيستونس ميديكال. عندك لا كيستيون نيميرو 67. لا كيستيون نيميرو 67 قال لك او ماروك كي لانستيتيسيون سيرتيفي لي كونط. هذه صراحه واحد لا كيستيون اللي صعيبه انك تحطها للناس ديال الباك، حيت الصراحه لا سيرتيفيكاسيون دي كونط غادي تعرفوها انتوما في 3 اني مور الباك 4 اني، يعني فاش غادي تقراو الدروا ديال لي زافير، غتقراو الكونط د سوسيتي وداك الشيء فين غتوليو تعرفوه. دونك صراحه هذه سي اون كيستيون اللي صعيبه بزاف، ولكن سهلوا معاكم في حاجه واحده، هي انه لا سيرتيفيكاسيون دي كونط كيديرها لو كور دي كونط نيس. دونك راه جوبونس هذه لا كيستيون كانت صعيبه وردوها ساهله مني، دابا راه ماشي فخ ولا شي حاجه، راه هي هذيك داروها بالعاني باش يسهلوا لكم شويه. او ماروك لو كونسي ايكونوميك سوسيال، هذا هو السيزي كيتسمى السيزي داكور، سيزي لو كونسي ايكونوميك اي سوسيال اي انفيرونمونتال اي تان اورغان كونسلتاتيف، هي واحد لانستيتيسيون انديبوندونت كونسلتاتيف ماروكان اللي تكريات في 2011. كيل اونسيان تكرياها الظاهر المغربي داكور، كيل اونسيان الظاهر الملكي كيتسمى الظاهر رويال. Quelle ancienne colonie britannique a été rétrocédée à la Chine? La Chine راه باقا لدابا داكور هونغ كونغ ولات تقريبا دولة مستقلة، ولكن راه كانت سي اون اونسيان كولوني بريطانيك اللي دابا راه ولات في الاستحواذ ديال لا شين من 97 ولات في الاستحواذ ديال لا شين. دابا راه جوبونس معترف بها، معرفش ما عقلتش واش تعترف بها ولا لا. المهم جوبونس راها معترف بها حاليا في اليونايتد نيشنز بطبيعه الحال. الدوله اللي كيعترف بها اليونايتد نيشنز هي اللي كتسمى ديبوندونس، ما بقاتش ولات مستقله. كيل اجونس انترناسيونال ا اون شارج لو كونترول دي زاكتيفيتي نوكليير دون لو موند، هي لا اي او ا دراري داكور، اجونس انترناسيونال دينيرجي اتوميك، دينيرجي اتوميك. دونك سيتو ديال الشريكين صافي، غادي نسد دابا الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، وقولوا لي شنو ندير لكم المره الجايه، واش ندير لكم لينا ولا طافين. المهم طافين غندير لانغويستيك، وغادي ندوز لصحاب لينا نخدم معاهم شي شويه حتى هما. الناس ديال لوفخ نجاح راه خدمنا معاهم كلشي، يعني راه دابا تساليت معاهم عاد جيت نخدم معاكم. اللي بغاو يدخلوا لوفخ نجاح كو سوا طافين ولا انا ولا الميديسين يكونتاكتيوني، ولا يكونتاكتيو رؤوف عنده شين يوتيوب حتى هو كيدير البريباراسيون ديال الميديسين في لوفخ نجاح. كلشي ب 200 درهم 280 درهم، والناس اللي باغيين بريباراسيون بريزونسيير راه دايره 1650 درهم في سطات. سينون الا بغيتو ا ديستونس راه دايره غير 280 درهم. تهلاو فراسكم والسلام عليكم.